بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صلى الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو سأشارك معكم فكرة رائعة جدا سوف تصنع فيها يعني عدسة لينز. هذه العدسة سوف عدسة عفوا يعني سوف تضيفها إلى كاميرا هاتفك وسوف تشاهد أشياء عادة يعني لا نستطيع تكبيرها بهذا المفهوم بالكاميرا الخاصة بالهاتف. يعني سوف تشاهد هذا الأمر يعني في الأخير وسوف طبعا الحال يبهرك. فعادة يعني كنا قد شرحنا إحدى العدسات يعني في إحدى الدروس التي يمكن لك شراء عبر الأنترنت لكي تعطيك يعني هذه الوظيفة، لكن من خلال قنينة ومن خلال يعني غطاء قنينة سوف تصنع يعني هذه العدسات وباستعمال المياه أيضا. كيف ذلك؟ سوف تقوم طبعا الحال بأخذ إحدى القنينات ثم تقوم بوضع دويرتين يعني على حسب الحجم الغطاء الذي سوف تستعمله. بعد أن قمت بقطع قطعتين كما سوف تشاهدون سوف أقوم طبعا الحال يجب ألا تتسخ لأن شخصيا استعملت يعني لدي قطعات يعني قمت بوضعها من قبل. سوف تقوم بطبع الحال بربطهما معا ثم تقوم بإغلاق هذه الزوايا باستعمال مادة سيليكون أو أي مادة أو أي لاصق لديك. إغلاقها بإحكام كما سوف تشاهدون هذه الجوانب، ثم بعد إغلاقها كما سوف تشاهدون سوف أخذ يعني إبرة وأقوم بملئها بالماء ثم أقوم بإدخال الماء داخل يعني هذه يعني العدسة إن صح التعبير التي قمنا بصناعتها. يعني سوف أقوم بهذه العملية. بعد ملء العدسة بالمياه إخواني الكرام سوف نأخذ يعني هذه القطعة ونقوم بلصق العدسة هنا كما سوف تشاهدون ونحدث يعني ثقب هنا. نقوم باستعمال أيضا لاصق ونقوم بإحداث ثقب هنا ثم يعني في الأخير سوف نقوم بلصقها يعني في الهاتف يعني في الكاميرا الخاصة بالهاتف بهذه الطريقة كما سوف تشاهدون. طبعا كما سوف تشاهدون اللاصق يلصق من الجهتين أو يمكن لك لصقها مباشرة في غطاء الخاص بالهاتف. طيب الحين أحضرت يعني عملة معدنية يا إخواني الكرام، ركبت يعني لاحظوا معي، وإذا عملت يعني زوم لاحظوا معي بأن بعيدة جدا، وإذا قمت بعمل زوم أكثر للكاميرا كما سوف تشاهدون فتعطيني تجربة أفضل بكثير يعني للمشاهدة فقط بقطرة المياه موجودة يعني كما سوف تشاهدون لمشاهدة ما هو موجود بشكل أفضل يعني في الورقة المعدنية كما سوف تشاهدون. طيب كان هذا كل شيء إخواني الكرام، يعني إن شاء الله يعني أفكار أخرى يعني في المستقبل إذا عجبتكم فقط يعني هذه الفكرة يعني فقط اضغطوا على لايك ويعني حاولوا أن تشاركوا مع أصدقائكم يعني هذا الفيديو حتى يستفيد الجميع. وأيضا زيارتنا على موقعنا www.pontegla5.com ولما لو صحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981full. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.